الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الناس اذكروا نعمة الله عليكم
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها وكذلك النشور. الله فلله العزة جميعا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام اجعل الفرج قريبا يا كريم يا منان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا رمضان وقد حقنت الدماء وأمنت العباد وفرجت الهموم يا أكرم الأكرمين اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة عونا ونصيرا اللهم كن بهم رؤوفا رحيما اللهم ثبت أقدامهم اللهم واثبت من ظلمهم يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعنهم وعن المسجد الأقصى وعن أسرانا فرجا عاجلا قريبا واجعل الذي يأتي خيرا من الذي مضى يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله. Oh, my God.